هذه الصورة لمسجد قبة الصخرة وليست للمسجد الأقصى كما يعتقد الكثيرون، ولارتباط صورة القبة الذهبية مع الحديث عن القدس ساد اعتقاد خاطئ بأنها صورة المسجد الأقصى. لكن ما هو؟ ماذا تعلمون عن تاريخه وما أهميته؟ المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثاني المسجدين بعد المسجد الحرام وثالث الحرمين بعد المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، ويعد أحد أهم المواقع التاريخية في العالم. يقع في قلب مدينة القدس القديمة ويعكس تراثاً ثقافياً ودينياً غنياً. ولكن هل تساءلتم يوماً من أمر ببنائه؟ يشير المؤرخون إلى ورود تفسيرات عديدة لبناء المسجد الأقصى، وليس هناك توافق بينهم وبين العلماء حول هوية من أمر ببنائه. فبعض الروايات تقول إن أول من بناه هو النبي آدم عليه السلام، وهناك روايات أخرى ترتبط بسام ابن نوح أو النبي إبراهيم عليهم السلام. لكن المتفق عليه هو بناؤه قبل الميلاد بنحو 2000 عام. تم إعادة بنائه وترميمه مرات عديدة على مر العصور، وفي عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب عام 636 ميلادية تم بناء الجامع القبلي. أما قبة الصخرة فقد تم بناؤها على يد عبد الملك بن مروان عام 691 ميلادية، واستكمل توسيع الجامع القبلي في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك. تبلغ مساحة المسجد الأقصى نحو 144 ألف متر مربع، ويشكل نحو سدس مساحة البلدة القديمة في القدس، ويتميز بوجود 15 باباً بعضها مفتوح ومستخدم حتى اليوم، والبعض الآخر مغلق لأسباب قديمة غير معلومة، ويبلغ عددها 5. كما يحتوي المسجد على 4 مآذن وعدة أروقة. وباختصار، المسجد الأقصى هو كل ما يقع داخل سور الحرم المقدس، وليس القبة المذهبة أو المسجد القبلي كما يختلط على أذهان البعض. أما أبرز معالم المسجد الأقصى ويصل عددها إلى نحو 200 معلم، فهي قبة الصخرة أو القبة الذهبية، وسميت بذلك لأنها تضم الصخرة المشرفة مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والجامع القبلي ذو القبة الرصاصية، وسمي بذلك لكونه باتجاه القبلة، ومصلى البراق. كما أن هناك العديد من القباب التي تزين ساحته، وهي قبة السلسلة، قبة المعراج، قبة موسى عليه السلام، والقبة النحوية. ويتميز المسجد الأقصى بوجود 25 بئراً للمياه العذبة، عدا عن المنابر والساحات والمكتبات وحتى المدارس وغيرها الكثير، ليبقى المسجد الأقصى شاهداً على تاريخ يمتد لآلاف السنين. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.